من لحم ودم زينا أبطل وعاشوا وسطنا والضعف فيهم والألم ولا شيء زيادة عننا لكن إيمانهم بالإله ده كان علامة في عمرهم كانوا شداة وسط العداء ولا حتى نار تهمهم وكلامنا اليوم ده عنهم ده شيء بيشجع قلبنا تعالوا نسمع اللي جاي ده الدرس لينا كلنا أبطل وعاشوا وسطنا أبطل وعاشوا وسطنا والله رجالة شكلنا يا معلم هنقضي وقت زي الفل عسل مال يا ابني الدود لما يمخمخ انا بقى ايه على الساوند سيستم والدي جي بيس يا مان وانا حضر الاكل صمويل ما تيجي معانا صمويل لا شكرا يا عم ده فقري ملوش في الانبساط انتوا بتتريقوا عليا علشان انا متدين وبتاع ربنا على فكره بقى انتوا الثلاثه هتروحوا النار يا عم يعني هو ربنا هيزعل مننا عشان احنا عايزين ننبسط ونفرح اكيد طبعا لو كان بالطريقه دي والاسلوب ده ربنا بيقول طوبى للحزانة لانهم يتعزون إيهري. وكمان بيقول ايه تانية اكيد ما تعرفوش عنها حاجه الحزن خير من الضحك لانه بكآبه الوجه يصلح القلب اكيد ربنا هيعاقبكم على اللي انتوا بتعملوه ده انت يا ابني اللي معقد نفسك الدنيا ما تاخدش قفش كده يا عم يلا فكك منه عشان ما تعطلش يلا يا عم حط الشنطه لف لف يا ترى ازاي تلاقي السعادة والفرح الحقيقي؟ هل في الضحك والفرفشة، الفسح والانبساط مع الأصحاب، ولا في الحفلات؟ هل في الفن والموسيقى والكوميديا؟ لو بصينا في وشوش الناس هنلاقي غم السنين وهم ما يتلم وحزن وألم واضح عليها حتى وسط اللمة والصحبة والحفلات والأفراح نلاقيهم فرحانين من برة وكل واحد لوحده بيبكي والدمع مالي عينيه لدرجة إن أكتر أغاني بتعجب الناس هي أغاني الحزن والفراق والأهات وكتر الضحك والفرح المغشوش وبقت السعادة من بره القلب ممكن الواحد يضحك مع مسرحية أو فيلم كوميدي لمدة دقايق أو يهزر ويمرح مع أصحابه لكن بعد كده عصبية ونكد وخناق واكتئاب وفي حلقتنا النهاردة بنسأل هل ربنا بيزعل لو إحنا فرحنا وانبسطنا وفرفشنا شوية؟ وهل الفرح الحقيقي بيجي من جوه ولا من الظروف اللي بره؟ هل الفرح أصبح شيء مستحيل مع ضغوط الحياة ومشاكلها؟ وإيه الفرق بين الفرح الداخلي والفرح الخارجي؟ كل إجابات الأسئلة اللي فاتت هي موضوع حلقة النهاردة من برنامج ناس زينا البحث عن السعادة وحنناقش الموضوع ده من خلال شعر وحوار شيق وترنيمة جميلة وحنبتدي كالعادة مع الشاعر نعيم عاطف وشعر بعنوان الفرح الجواني لو بصينا في وش الناس من غير ما يشوفوا بنقصد مين هنلاقي ايه؟ هنلاقي عينين الناس تايهين زايغين هنشوف في عينيهم شيء باهت صامت خافت مكسور وحزين هنشوف جواهم شيء غامض أعمق بكتير من ضحكته فيه إيد بيحجم ويلملم ابتسامتهم الفرح مؤقت متحدد ورصيده قليل والضحكة صناعي ومرسومة ويدوب تمثيل لو تسأل ليه ناس هتقول لك أصل ما فيش حاجة تفرح كله بيجرح حاول تدخل دنيا الناس المرتاحة ولا حد هيسمح احنا في سوق الفرحة غلابة ملناش مطرح ده كلام صحيح في كل يوم المشاكل ضغطة مش سايبانة ومكان ما نهرب نلتقيها ورانا طب نعمل ايه نرفع عينينا للسماء وبلاش ندور على الفرح برانا نرفع عينينا للسماء نلقى الفرح جانا رغم الظروف الصعبة رغم شقانا ربك هيتدخل بأسراره
يطرح سلامه، يطرح سلامه وفرحته جوانا. الفرح مؤقت متحدد والرصيد قليل، والضحكة صناعي ومرسومة ويدوب تمثيل. طيب يا ترى فين طريق الفرح الحقيقي؟ تعالوا نتابع الحوار بين الشباب والمهندس عصام خليل ونشوف ناس زينا وصلوا للفرح ده ازاي. يلا يا جماعه فرصه لينا في الفتره اللي جايه، في اجازه طويله، فرصه ان احنا نفرح، احنا بقالنا فتره طويله ما فرحناش مع بعض. وانا موافقه يا اندرو جدا. طب هنعمل ايه؟ نستفاد ازاي بالاجازه؟ عن اي مكان نطلع رحله. طب اندرو بيقول ان احنا نطلع رحله، موافقين؟ نلعب نهيص نعمل اي حاجه. ايوه محتاجين نطلع. فين بقى؟ صح، وانا رايي برضو كده ان الرحله بتطلعنا من المود اللي احنا فيه، اكتر حاجه بتخلينا نفرح. وانا تغيير المكان بالنسبه لي هو فرح. طيب زي الفل. انا على نفسي زهقت واكتئبت من الملل والاخبار والقرف ده، عايز اطلع اغير جو وافرح. ايه خطابكم؟ ايه خطابكم للرحله؟ قرار ان نفرح. ايه خطابكم للرحله اللي انتوا خدتوا قرار انكم حلو، قررتوا انكم تفرحوا؟ يعني بالزبط. حاجه جميله. الكلام ده بيتكرر قد ايه كده؟ كم مره في السنه ولا حسب يعني الظروف؟ حسب الاجازات. حسب الاجازات. تفرح في الاجازات بس؟ بالظبط. يا طب كويس. لا هو يعني لما الواحد بيحس ان هو خلاص بقت سودة معاه وجاب اخره فعلا زي ما ايمان بتقول، بيقرر ان هو يعمل حاجه مختلفه يفرح، يطلع من المود. يطلع بس من المود بس مش عارف. لكن هو الطبيعي ان الدنيا سودة خالص، على اما نستسلم وهنفضل تعبانين ومكتئبين. فانا قررت ان افرح وما استسلمش، ان انا افضل متضايقه. ما استسلمش الحاله. لكن مش ما فكرتيش نغيرها؟ ما لانه مش عارفه اغيرها. ايه اللي موصلنا للفكره ديت؟ يعني اليوم بتاعنا تقليدي، كل يوم هو ما بنغيرش، ما فيش اي حاجه. فبنحاول ان احنا ندور عن التغيير ده عن طريق رحله نطلعها، عن طريق نطلع مؤتمر، عن طريق حد جاي عايزين نتفرج عليه. يعني هي ده وسائل الانبساط بتاعتنا، مش لاقي حاجه جديده. ان واحد يعني يبقى عايز يفرح يومين ثلاثه يعني. لا لا، انا مش معترض على ان الواحد عايز يفرح، انا معترض على ان الوضع الطبيعي بتاعنا مش الفرح. يعني فكره ان الواحد يفرح، تفتكروا ده احتياج طبيعي عند الانسان ولا مش طبيعي؟ طبعا مش بقدر اعيش لما اكون مبسوط. يعني ده احتياج فعلي. ده احتياج فعلا. طب تفتكروا ربنا يحب ان احنا نكون فرحانين ولا لا؟ اكيد. هو ربنا يكره ان احنا نكون مبسوطين ولا؟ انا متهيألي في ناس فاهمه انه يعني العلاقه بربنا هي عارف ال 111 زي ما بيقولوا، تكشيره والوضع. ايوه بس كده يبقى ربنا عايزنا دايما نكون جد قوي، وان احنا نكون يعني واخدين الدنيا بطريقه كئيبه وزعلانين يعني انا بحس كده. ربنا ما اظنش ان هو اناني ان هو يمنع عننا فرحتنا. مجرد ان انت شايف انه مش اناني فما يمنعش فرحتنا. بالظبط. يعني انا شايف ان ربنا كده هيبقى يعني اناني قوي لو هو ما خلناش نبقى فرحانين. انت خدتها من الناحيه السلبيه ان هو لا ما ينفعش يمنع فرحتنا، مش متهيألي انه يمنع فرحتنا. بس انا بسالك من الناحيه الايجابيه، تفتكر هو يحبنا نفرح؟ انا شايف ان ما دام انا كانسان احب واحد صاحبي يفرح، يبقى اكيد ربنا كمان عايز الانسان ده يفرح، لان ربنا اكيد احسن مني. يعني انتوا وصلتوا معايا ان ربنا عايزنا نفرح، مش بس مجرد مش ممانع في فرحنا. اكيد. يعني في فرق بين ان هو مش ممانع في فرحنا، ان هو عايزنا نفرح. هو عايزنا نفرح، دي حاجه اكيد. طب تفتكروا ازاي بقى نفرح؟ يعني خلينا نقول سبل عمليه غير الرحله بس مش معقوله الرحله بس. انا يعني الفرح هبقى من الاجازه للاجازه، افرض انا باخد اجازه مرتين ثلاثه في السنه، هم دول يا عيني اللي افرح فيهم بقى حياتي غلب؟ يعني انا بستنى ساعات فرح من ناس اصحابي علشان بحس ان الفرح ده هايص فيه، هرقص هغني. فرح يعني عروسه وعريس يعني؟ ده فرح حلو قوي. هو دي الحاجه اللي تفرح يعني. ايوه. طيب كويس. وايه تاني؟ انا عن نفسي لما بحب افرح بفكر اعمل حاجه مختلفه يعني. اخرج مع زمايلي مثلا، نعمل حاجه مش عايزين نعملها. ايه رايك يا ايمان؟ انا شايفاه ان الفرح قليل اصلا في حياتنا، فانا بالنسبه لي الفرح ان افصل بقى يعني عن اي امور بقى بتشغلني، واخد القرار ان انا هفرح حتى لو انا تعبانه. يعني حاجه عقلانيه بحته. بحس ان اوقات ذهني بيلعب دور في ده فعلا. وانا بفرح بذهني ولا بمشاعري؟ انا بشوف الاثنين يعني. والاثنين ازاي؟ بالاثنين يا ام. يعني انا بحس ان احنا بالذهن او بالواقع، انا حتى لو موجود جوه كنيسه انا هفرح عن طريق فريق موجود، هو عندهم الكاريزما بتاعت ان هم يقنعوا الناس اللي حواليهم، ده الذهن بتاعي بيشتغل. اما مشاعري بتنفعل معاهم وبكون مبسوط عن طريق ترنيمه، عن طريق المزيكا بتاعتهم العاليه. ساعات بتنطط في الترنيمه، بحس ان ده فرح من جوايا ان انا عايز اعمله يعني. حد فيكم فكر يعرف ايه هو الفرح؟ انا بدور على حاجه عشان اعرف الاقي الحاجه لازم اعرف لها تعريف. يعني لو انا هدور على كرسي اخضر رجليه مش عارف شكلها ايه، هقدر اطلع اقوم ادور في المكان عليه. لكن لو انا بدور على حاجه مش عارفها، على مش عارف
حاجة اسمها أصلا ما عرفوش. فمهم إن إحنا نعرفها. في وجهة نظركم إيه تعريف الفرح؟ يعني إيه؟ عايز أقول عايز أبقى فرحان، يعني إيه؟ يعني ما كنتش متضايق. هو حلو تعريف الشيء بعكسه، بس يعني لا، خلينا ناخدها من ناحية الإيجابية، التعريف المثبت بتاعها يعني. يعني ممكن مثلا ما كنتش بفكر في حاجه غير في الوقت اللي انا فيه دلوقتي، ان انا مبسوطه مش عايزه افكر في حاجه تاني، ناسي الدنيا، ناسي كل حاجه، منفصل عن الواقع. اه طب منفصل عن الواقع ده حاجه ايجابيه؟ اكيد مش ايجابيه، مش كده. هو يمكن الواقع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي مليان بالنكد والحزن، فاحنا فرصه ان احنا نفصل عنه. فرصه ان احنا نفصل عنه. كان بشوف ان انا بهرب، يعني ما ببقى خلاص. طب مجرد ممكن اغير مكان، اشوف مكان جميل ببقى. طيب جينا عرفت لنا الفرح بان احنا يعني نفصل عن الـ عن الـ عن الجو اللي احنا فيه. عندكم تعريفات تاني؟ هو يتقال ان هي يعني حاله شعوريه، مش يعني صعب ان انا اعرفها، لان ده شعور، دي حاجه انا بحس بيها، فانا صعب اشرح حاجه انا بحس بيها، لازم بحد فاهمها حس بيها عشان يفهمها. فيتقال ان يعني حاله شعوريه فعلا زي ما جين قال، ان احنا بننفصل عن العالم، وابقى انا مهما حصل حواليا حتى لو حاجات تضايقني. انا دي حاجه جربتها فعلا، يعني بدات تحصل حاجات تضايقني كتير، لكن انا برضو فرحان، يعني هيحصل مش هيحصل، انا منفصل عن الدنيا بعيدا عن الامور الروحيه يعني، بس انا منفصل عن الدنيا. اي حاجه تزعلني، حصل موقف فلاني يزعلني، انا ماليش دعوه باي حاجه، انا فرحان واخد قرار انسى وانبسط يعني. بالظبط. كويس. يعني انا موافق على فكره ان هو عكس القدر، يعني عكس حاله القدر، بس مش مقتنع قوي فكره ان هو انفصال عن الواقع يا جماعه، والا ده يبقى وهم كبير، وانا ما اعتقدش ان الفرح وهم. في فرق بان انا اوهم نفسي بحاجه بان انا اكون في حاله واقعيه صحيه. اسالكوا سؤال، في حاجات في الكتاب المقدس بتتكلم عن فرح كواقع؟ في امثله يعني؟ الكتاب مش يعني او ايات او اي حاجه زي كده. في يعني موقف في الكتاب المقدس من فرح؟ موقف في الكتاب بيفرحوا كل حين. انا قاعد بستغرب بصراحه، بقف قدامها بيفرحوا كل حين. كويس. وفي كمان انا افكركم ان رسول بولس في يوم من الايام قال ان ثمر الروح يعني الروح القدس سلام، محبه، تاني حاجه فرح. محبه، فرح، سلام، تسع ثمار. بس انا عايز اوصل له عشان ما نطولش، ان هو تاني حاجه فيه الفرح. فهل تفتكروا عمل الروح القدس اللي هو الله نفسه، يعني الروح القدس هو الله نفسه الساكن في المؤمن، وامر كتابي صريح افرحوا كل حين، انا بس وقعت كلمه هرجع لها بعد شويه، بس ان في فرحه كل حين ده امر كتابي وعمل الروح القدس، تفتكروا ان ده يبقى انفصال عن الواقع؟ يعني اقدر اشيلها واحط اقول ان ربنا بيقول انفصلوا عن الواقع كل حين؟ هو اصلا صعب ان انفصل عن الواقع كل حين. يبقى اذا مش ممكن في لغه الكتاب ان الفرح يكون انفصال عن الواقع، لان انا عايش في الواقع ده. طب برضو مش منطقي ان انا هفرح كل حين. المنطقه اللي مش منطقه دي نحكي فيها. أوكي. بس انا في الاول نحاول بوصل لفكره الفرح ايه هو. ممكن الفرح يكون عشان في سلام جوايا فانا فرحان. ممكن بالتالي كده احنا نقرب الواقع شويه، مش الانفصال عن الواقع. يعني ممكن واحد في ظروف صعبه يفرح لانه عنده حاجه جواه بتقول له ان الظروف دي ممكن تكون لصالحه بعد كده، مثلا عنده قناعه. بفتكر في واحد في العهد القديم اسمه حبقوق، كاتب سفر زغنون كده، هو قرب اواخر العهد القديم. في الختام بتاعه بيقول حاجه غريبه جدا، بيقول بص كده حوالين الوضع، قال مع انه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، دي حاجات كلها اللي هي الطعام اللي هم بياكلوا منه، ولا يكون لا غنم ولا بقر، سود الدنيا خالص. ايه يا عم هتودينا فين؟ انا لا استنى، ما اقول لك هوديك فين، في اني افرح بالرب وابتهج بإله خلاص. لكن عايز اوصلكم ان الفرح مش عمليه انفصال عن الظروف. الراجل مقر بالظروف، مقر ان هي صعبه، تمام، مقر بالواقع، لكن مع ذلك قادر يفرح. ارجع تاني لبتاعه فيليبي واربطها ببتاعه حبقوق، الاثنين هم الفرح ربطوه بكلمه حلوه جدا، فاني افرح بالرب، ده بالنسبه لحبقوق، وبالنسبه لفيليبي افرحوا في الرب. انت كنت هتقول مثل عن الرسول بولس نفسه. افتكرت قصه في الكتاب لما بولس وسيلة كانوا في السجن، كانوا بيرنموا وبيعلوا صوتهم وبيصلوا لدرجه ان هم كمان خلوا الناس اللي حواليهم تعمل زيهم. ده كانوا في السجن مضروبين علقه محترمه يعني. بالظبط. مظلومين اولا، يعني مش في السجن عشان لاقل حد مش واخد باله يقول ان هم كانوا عاملين حاجه غلط، لكن مظلومين. مظلومين. وممسوكين بطريقه عنيفه وانضربوا علقه محترمه ومرميين في السجن، والكلام اللي انت بتقوله ده كان في نص الليل. طب كل ده مش انفصال عن الواقع؟ لا. يعني بعد كل ده وفرحانين، طب ايه نظره المجتمع ليهم وهم فرحانين؟ يعني اكيد يعني بيقولوا دول يعني مش طبيعيين. يعني
يعني اكيد اكيد هم شايفين ان في حاجه غلط، يعني انت ازاي وسط كل الظروف دي وانت قادر تفرح؟ فده مش انفصال عن الواقع، حتى الواقع الكلام ده منطقي كلام يعني. وخصوصا ان هم كمان معاهم مساجين زيهم يعني هم بيحسوا نفس الشعور ده، ازاي هم في وسط الازمه اللي هم فيها والسجن وبرضه فرحانين والناس اللي معاهم مش قادرين يفرحوا. الفكره ان انتوا دايرين في فلك انه الفرح ده شعور، وطبيعي ان شعوري مع الظروف لما ينضغط مره ده مش غريب، لان انا دي تركيبتي. يعني لو سمعت خبر مؤلم مش ههيص، تمام؟ لو في وقت من الاوقات عندي اي نوع من انواع التعب او المرض، مش مفروض ان انا اقوم اجري وانطلق، لان دي مساله مشاعر طبيعيه جدا، مش غريب ان دوت يحصل. بس واضح ان بولس وسيلة في القصه بتاعتهم وفي الكلام اللي قاله الرسول بولس في رساله فيليبي اللي كنا بنقوله شويه، افرحوا في الرب كل حين، في الكلام اللي قاله حبقوق، واضح ان الفرح عندهم مش في مجال المشاعر بقدر ما هو في مجال الذهن الواعي. فكره الفرح مرتبطه عندهم بعقل بيفكر، بيفكر بان تركيبه الامور دي كلها طول ما الرب متحكم فيها ومتسلط عليها هتقول لحاجه فيها فايده وفيها بركه. يعني بقى القصه بتاعت بولس وسيلة انه بعد العلقه المحترمه اللي هم خدوها دي طلعوا بنفس غاليه جدا عليهم. الراجل اللي كان سجنهم وكان بيضربهم لما شاف الوضع دوت مع تطور القصه امن بالرب يسوع في الوقت دوت. هما سبق ايمانهم وعقلهم يقول انه ما دام ربنا جابنا هنا هو ناوي يعمل حاجه فيها بركه لينا او لغيرنا من القصه دي. لما يشوف الله في المشهد في وسط الظرف الصعب دوت، العقل والمنطق والذهن بتاعهم اللي مليان بالايمان اللي مرتبط ومقترن بالايمان يقول ان انا اقدر في وسط الظروف الصعبه ديت انا مقر بيها ومعترف بيها ومش منفصل عنها ولا حاجه، لكن عندي حاجه اسمى من مشاعري هي ذهني الممتلئ بالايمان المرتبط بالايمان، بيقول ان الحاجات ديت التطور النهائي بتاعها لانها في سلطان الله او لان الله اتدخل فيها، فالتطور النهائي بتاعها هو الفرح. يعني ذهني بيلعب دور في الفرح. اكيد. فارجو نكون وصلنا للنقطه ديت، ان الفرح بمفهوم الكتاب حاله الرضا وحالة السرور اللي موجود فيها الإنسان برغم الظروف وبرغم كل حاجة، شيء عقلاني مرتبط بسلطان الله بوجود الله في الحياة. طيب هل كفاية أن أنا أعرف أن أنا المفروض أن هي دي الأمور اللي بتفرحني، أو أن الفرح ما بيبقاش بحاجات تافهة؟ هل دي حاجة كفيلة بأن هي خلاص كده أنا هفرح؟ يعني هل الحالة الذهنية دي المدخل ده بياخدني أدور في المكان الصح، لأنه أنا لو قعدت أدور في مكان غلط على الفرح على السعادة، ما كل الناس بتدور في أماكن غلط وبتقضي عمر طويل جدا بتدور على السعاده وما تلاقيش. انت عارف دي مشكله الفلسفه، يعني مشكله ناس كتير من الفلاسفه طياره دماغهم ان هم بيدوروا على السعاده فين فين مش لاقينا. عايز يعرف، احنا محظوظين ان عندنا الكتاب المقدس فيه تعريف سليم للفرح والسعاده، لانه الحل البديل عند الناس اللي دور على السعاده في المال وطبعا ما لقاهاش، اللي دور على السعاده في شويه يا اخي ده الناس، انت عارف يعني الوضع الطبيعي عندنا في البيئه بتاعتنا، لما واحد يضحك مثلا قدام فيلم ولا كوميديا ولا اي حاجه، عارفين بعد شويه يقول لك ايه؟ اللهم اجعله خير. ايوه كارثه. ليه؟ لانه عارف انه اي فرح يقلب على طول عنده على نكد، لانه اتعود انه بيدور في يستر. ربنا يستر. فين بقى المصادر المظبوطه للفرح؟ يعني حتى لو هنقول من الكتاب، يعني ايه من الكتاب؟ يعني ادور فين؟ اعمل ايه؟ اوصل لها ازاي؟ وبعدين انا ساعات برضو بدور على الفرح في جوه الكنيسه مش بلاقاه، يعني بالرغم ان الكنيسه ده المفروض المكان اللي احنا بنفرح فيه. لان تاني ارجع اقول لك، انت بتدور على حاجه تشبع مشاعرك. اشباع المشاعر ده هيجي بس في وقته، تمام؟ انا يعني برضو مش عايز حد يفهمني. انا بقى مش فاهمه، هو انا يعني كده مش هينفع افرح غير لما، يعني انا مش ليا ربنا، ماليش العلاقه دي بيه، مش بعرفه، مش عارف افرح من غيره؟ بصراحه مفيش فرح بعيد عن المسيح. الكتاب بيقول فرح الفاجر الى لحظه. يعني تلاقي الواحد كده بيحضرني فكره بقى مقابله عكس فكرتك تماما. كان في واحد زمان اسمه همان. الراجل ده في سفر أستير، وده راجل كان عدو لشعب الله وراجل متعظم جدا. الراجل ده في يوم من الايام عامل حفله كبيره 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 وناوي يفرح، وبعدين حته خبر قد كده عاكلين عليه. راجل نمره 2 في المملكه بتاعته وعامل كل اسباب الفرح، وتخيل ان واحد زي ده يعمل الحفله بتاعته، جايب مغنيين وايه وكل الحاجات ديت بالمنظر دوت، ما عرفش يفرح لانه بيدور في مكان غلط، بيدور بالاستقلال عن الله، بيدور هو لسه عدو لله. طول ما انا بعيد عن الله مستحيل هفرح، لان راحتي مش هلاقيها غير عند الشخص اللي عارف تركيبتي، اللي معاه الكتالوج بتاعي يا جماعه. يعني عارفين انا لما بحط حياتي في ايدين نفسي او في ايدين اي حد تاني، انا كاني بديها لواحد مش عارف يشغلها، هيبوظها. ففي البعد عن الله
انا اقول لكل واحد انه في بعدك عن الله مش هتلاقي السعاده الاحسن. طيب انا عندي سؤال، هو انا اكيد مش عندي زرار هدوس عليه هقول انا فرحت، ازاي اعمل خطوات عمليه باني اكون حد بيغير طريقه تفكيره وبيفرح حقيقي في اي البوابه تحت أي اللي وقفنا عليها الصح ان الفرح ده قرار عقلاني تمام، او مرتبط بالذهن، او مرتبط بان الواحد ما يعيش انسان مرتبط بس بمشاعره، في انسان يسموه نفساني تركيب مودي يسموها بتاع المود، مود يطلع فجاه تلاقيه زي الفل بعد خمس دقايق لفت وترجع تلاقيه حاجه تانية خالص بني ادم. هو انت يا عم انت نفس اللي كنت موجود من شويه. اوكي دي تركيبتي اتغير فيها ازاي؟ مش مساله تركيبه، مساله على انهي حاجه انت بتبني كل حاجه. انا كانسان جسد ونفس وروح، لو انا اهم حاجه عندي الجسد تلاقيني كل حاجه عندي الاكل والشرب والحاجات دي كلها، ده بني ادم ده حاجه يعني مش حاسس ان هو بني ادم تمام. في واحد لا يعني افضل شويه من الاولاني اللي هو عايش الاكل والشرب ده، كل الفكره بتاعته النفسيات والمشاعر تمام، بس ده عيني غلبان لانه شويه فوق وشويه بتهب تحت. اما الروح اللي فيها العقل الواعي والذهن اللي بيفهم مش هتلاقي راحتها غير عند الله. في مقولة شهيرة للقديس أغسطينوس قال فيها: يا الله لقد خلقتنا لذاتك ونفوسنا لن تجد راحتها إلا فيك. عشان كده إيمان يعني أي حد بعيد عن الله أنا بنصحه إنه يرجع على الله لأنه مش هيلاقي راحته غيره. بس الوصول للفرح من خلال الروح بيحتاج وقت أطول، والشخصية يعني تهيألي إن هي شخصية عن شخصية تفرق، فقد إيه أنت هتاخد وقت علشان توصل للفرح حقيقي؟ فعلا الشخصية بتفرق. أنا موافق تماما يا أندرو إنها بتاخد وقت، بس أنا عايز أقول لك حاجة، ما هو أي بديل مش حقيقي. يعني محاولة الفرح النفسي دوت محاولة كده وبتطير. يعني مفيش حل تاني. بس ده واضح إن ده الواقع، وإلا نبني قصور من الرمال. طب ان انا انون اسهل ابني قصر حقيقي ولا قصر على الرمله على الشط مع العيال الصغيره؟ الرمله اسهل. هيقعد قد ايه؟ مع اول موجه خلاص طار. مش كده؟ اوكي لو انا ادركت النهارده انه سعادتي وفرحي هم في الله في علاقتي بيه، ايه الطريق السكه اللي اقدر امشي فيها؟ الطريق ان انا ابتدي من النقطه دي نقطه البدايه الصحيحه، ابتدي امشي صح، ان انا ببتدي اشوف الله بيشتغل في حياتي. انا لو بصيت للماضي في حياتي، احنا عندنا مشكله احيانا احنا ما بنبصش بس غير لنقط وجعتنا في الحياه، بس عندنا حاجات كتيره جدا بتقول ان الله كان بسلطان وبيتدخل لصالحي. انا عندي حاجات كتيره جدا في حياتي بتقول ان كانت الدنيا انا كنت شايفها بالمشقلب، لكن فجاه لقيت ايده بتعدلها وطلعت لصالحي. يعني هنا كمان دور الذهن هو اللي انا الحقيقه من انصار الذهن، لان ده اللي بيميز الانسان عن باقي الكائنات. الله اداني ذهني بيفهم، ولما بربطه بكلمه الله وباختباري لله الدنيا بتبقى مختلفة تماما. فبشوف اختبارات الله، اختباراتي أنا لله، وإزاي أنا شفته كان في صالح كل الوقت دوت، وأرجع أشوفه تاني في الكتاب إزاي بيدي وعوده وبينفذ وعوده، وعوده دي ليا ومن حقي، وأرجع كمان أقعد معاه وأنا بحكي معاه وأصلي وأخد ودي معاه أفضفض معاه وأطلع اللي جوايا أقول له عايزك تملأ كياني بالفرح اللي فيه كياني. يعني أنا اختباراتي والكتاب المقدس ووجودي في محضره وانا بتكلم معاه، ولما اروح كنيسه بقى أمري القط كلمتك اللي فاتت من شويه، انا مش رايح عشان مشاعري تشتغل في كنيسه، ده مش مكاني، انا رايح عشان التقط رساله من الله بيقول لي حاجه ممكن يقولها لي انا بس واللي حواليا ما يسمعوا. يعني ممكن نقعد احنا الخمسه في اجتماع كل واحد فينا توصل له رساله الله عايز يوصلها له من واعظ قايم يقول كلام، يعني يمكن يكون مش في حاجه جديده، بس النهارده الكلام ده لما انا اخده على اعتبار ان ربنا اللي بعته تمام، حتى لو الوعظ في منتهى البساطه، لما انا اخده على ان ربنا اللي بعته هتكون النتيجه ان انا اعتقد ان انا هقدر ذهنيا اوصل لحاله من فرح هتاثر على مشاعري بعد كده، لدرجه ان تخلي بولس اللي قال امسرور احد فليرنم رنم في السجن. ودول ناس زينا يا جماعه، يعني هتقولي ده بولس الرسول، بس في الاخر يعني اخر اقدر اقول عنه انه انسان تحت الالام مثلنا، زينا بالظبط، ناس زينا من عجينتنا ومن طينتنا. ايه القصه بتاعتهم؟ ان هم قربوا من الرب اكتر، انهم ذهنيا اقتنعوا بدور الله في حياتهم، انهم حسوا ان الله المهيمن على كل الامور، فقدروا يفرحوا في الظروف ديت لانهم بالايمان شافوا الخطوه اللي قدام بتقول ان هي صالحه. ازاي اقدر احدد اذا كان الفرح اللي عندي ده فرح مبني على شعور ولا فرح مبني على يعني الذهن؟ ازاي احول من طبيعته الفرح المبني على الشعور طالع نازل وقت ووقته قليل قوي،
واخد بقى دي السمة الأساسية بتاعت يعني دي السمة الأساسية بتاعت الحاجة النفسانية، إن هي سريعة التقلب. لكن الحاجة الفرحة، يعني أنا لو أنا فرحان لمجرد إن سمعت خبر حلو، قوة الخبر بعد دقايق بتبتدي تقل والفرح بيبتدي يقل. لكن لو أنا فرحان لأن الله في حياتي، لأنه مديني ميراث عظيم، لأنه بيحبني، الحاجات ديت ما تقلش مع الزمن. ممكن أنساها لحظات لكن ترجع دايما حية في حياتي. يعني أنا في حاجة محيراني، هو ذهني اللي بيتحكم في مشاعري ولا مشاعري بتحكم في ذهني؟ وأنا اللي يمشيني يعني؟ سؤال جميل جدا. أنا اللي باخد القرار، أنا اللي باخد القرار. أنا بني آدم همشي بس ورا مشاعري، يبقى هبقى شوية مبسوط شوية زعلان، وكلمة تجيبني وكلمة توديني. لكن لو أنا خدت القرار إن الذهن هو اللي يقود، هي مسألة عاملة زي يعني تاني راجع فكركم، أنا جسم ونفس وروح. الروح دي عاملة زي القاطرة بتاعت القطر، والنفس والجسم دول عربيتين. أنا هاخد قرار أركب القاطرة فين. لو ركبتها قدام القطر هيمشي زي الفل، لو ركبتها في النص القطر هيمشي بس هيعمل حادثة وهيبقى في مشاكل كتيرة. تمام؟ تمام. ولو ركبتها ورا خالص برضه هيمشي بس هيبقى في حاجة غلط. الوضع الصحيح والسليم إن أنا أخذ القرار إن القاطرة هي اللي تقود، والذهن اللي بيميزني كإنسان ككائن يعني متفوق ربنا خلقه بطريقة خاصة جدا، هو اللي يجي في قدام وهو اللي يتحكم في الأمور، هو اللي يقود المشاعر، هو اللي يقود الجسد بعد كده. طب إزاي أنا محتاج أعمل إيه؟ ده قرار محتاج ان انا اقول انا بني ادم متميز، كائن متميز، مش هعمل زي اي كائنات اللي عندها ما لمؤاخذة الحيوانات عندها مشاعر. وتلاقي الكلب هو مبسوط بيهز ديله يعني بس، وينبسط لما يحط قدامه اكله، لما يشيل له اكل يبقى متضايقين. انا عمري ما هبقى كده، انا اسمى من كده بكتير. فهاخد قرار ان انا ابقى شخص زي ما الله خلقني، المفروض ان عقلي وروحي هما اللي بيقودوا المشوار كله نحو سعي نحو الله. ولما ذهني يتملي بالطريقه الصح هيملى مشاعري بالطريقه الصح. خاصه من عندي اعتراض، واضح من كلام حضرتك ان الفرح ده بيجي للشخص المؤمن بس، بس انا شايف ان في اشخاص غير مؤمنين وما يعرفوش حاجه عن ربنا بيعيشوا في سعاده وانبساط وفرح. يعني بص عايز اقول لك حاجه، انت ما تقدرش تحكم لانك مش عايش جواهم، انت شايف المظهر الخارجي. في واحد تركيبه وشه مبتسم، يعني هل ده معناه ان هو سعيد؟ يعني عايز اقول لك، لا عايز اقول لك حاجه، في قصه كنت قريتها في مجله، هي قصة حقيقية. يعني بيقال ان في طبيب نفسي جيزر واحد غريب عن البلد بتاعته يعني، فقال انا سمعت ان انت طبيب نفسي شاطر وانا عندي مشكلة. قال له احكي لي. قعد يحكي له فترة، فقال له لا ده انت موضوعك سهل جدا، انت بس محتاج تخرج من المود اللي انت فيه دوت. وقال له انا انصحك بحاجة، في كوميديان هنا هوت موجود في الثياتر في المسرح بتاع البلد، الراجل ده بيضحك يعني اي حد في الدنيا. فلقى الراجل بيبكي اكتر، فقال له انت بتبكي ليه؟ قال له انا هو الكوميديان اللي بضحك الناس دي، مش كل اللي بيضحكوا فرحانين، بالعكس في ناس بيبقى الفرح ده او اللي طالع من بره ده تعبير عن حاجه جواها الواحد بيحاول يهرب منها لبره. فما تتخدعش بالاخرين، وفي نفس الوقت انا ما اقدرش مش ناوي احكم على حد، لكن عايز اقول لك خلينا في نفسينا. اللي اختبرناه واللي شفناه في كل الدنيا انه مفيش فرح بعيد عن المسيح، وانه مع المسيح عايز توصل للفرح لازم تخلي روحك وذهنك هم اللي يقودوا المشوار تقرب من ربنا. ساعتها ايمان نقدر نختبر فكره افرحوا في الرب كل حين. واقول ايضا افرحوا، اختم بس ان انا اقول لكم ان الراجل ده اللي هو الرسول بولس كان بيكتب رساله بتاعت فيليبي وهو متسلسل في السجن، وفي نفس الوقت بيكتب لمؤمنين في كنيسه اسمها فيليبي. الكنيسه ديت كانوا الناس فيها فقراء وكانوا مضطهدين، ومع ذلك الكاتب في السجن والمكتوب ليهم فقراء ومضطهدين بيقول لهم افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرح. يعني الكهكهه بقى والضحك مش علامه فرح، مش دايما مش دايما، لكن 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 في علامات بتبان على الوش لما يبقى القلب مليان بالرب. صح. عرفنا ان الفرح مش متوقف على المستوى او الفلوس او الامكانيات او حتى النجاح او الزواج او غيره من الامور الخارجيه، لكن الفرح الحقيقي بيجي من جوه، وده اللي حصل مع واحد زينا هو الغني الغبي اللي كان عنده خير رهيب ولكنه ما كانش مرتاح ولا فرحان حتى لما حصل عليها. وعرفنا كمان ان الفرح اللي بيستمر هو اللي مش متوقف على الحاجات التي يمتلكها الانسان او الاهداف الارضيه الحلوه، لكن الفرح بيجي من ربنا زي ما حصل مع ناس زينا هم بولس وسيلة. كانوا بيرنموا ويسبحوا رغم انهم كانوا مضروبين ومجروحين وفي اصعب ظرف ووسط اصعب الناس،
عزيزي وعزيزتي، ربنا أكتر واحد عايزك تكون فرحان، وهو بيفرح معاك في كل حدث في حياتك، لكنه عايزك تفرح فرح حقيقي مش مجرد صخب أو هيصة الحفلات. ونوع الفرح ده هيبقى دايماً جواك بغض النظر عن ظروفك أو مستواك المالي أو حتى حالتك النفسية المتغيرة، زي ما حصل مع واحد زينا هو حبقوك. وخلي بالك إن أكبر حاجة تفرحك هو أن تغفر خطاياك وتختبر مشيئة الله في حياتك وتبعد عن الخطية اللي هي السبب الأول لحزن الإنسان وكل مآسيه. ولو جربت الفرح ده عمرك ما تحتاج لأي فرح مزيف آخر. هنسيبكم مع آخر فقرة هنختم بيها حلقتنا النهاردة. هنسمع ترنيمة جميلة بتقول شبعي فيك برتوي منك، أنت إلهي وعيني عليك. نتقابل في حلقة جديدة من برنامج ناس زينا. ربنا معك. قلبي وروحي بين ايديك.